في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 62 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 3,481,485 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 969 قضية سلع غذائية وتموينية مستندية وعينية بمضبوطات وزنت أكثر من 2,448.5 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، كما تم ضبط 180 قضية بيع بأزيد من السعر أرز أبيض بمضبوطات بلغت قرابة 141.5 طن، وضبط 20 قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت قرابة 55.5 طن، كما تم ضبط 35 قضية في مجال حجب أرز الشعير بمضبوطات بلغت قرابة 570 طن أرز شعير، وضبط 415 قضية في مجال عدم توريد أرز الشعير بمضبوطات بلغت أكثر من 1,325.5 طن، وكذلك ضبط 2,439 قضية مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 140 طن دقيق بلدي مدعم، كما تم ضبط 12 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 116.5 طن سلع غذائية متنوعة وقرابة 8.5 طن دقيق أبيض، وضبط قضيتين بيع بأزيد من السعر للأعلاف بمضبوطات بلغت 12 طن أعلاف حيوانية، وضبط 24 قضية أعلاف غير صالحة للاستخدام بمضبوطات بلغت أكثر من 83.5 طن أعلاف حيوانية، وضبط 21 قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية مجهولة المصدر بمضبوطات بلغت 785 طن و250 كيلو أعلاف حيوانية، وأكثر من 93.5 طن مخصبات زراعية و6.5 طن أسمدة ومخصبات زراعية و1707 عبوة أدوية بيطرية ومبيدات زراعية، وضبط قضية حجب أعلاف بمضبوطات بلغت 13 طن و750 كيلو أعلاف حيوانية، وتم ضبط 141 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت قرابة 45 طن دقيق أبيض وقرابة 26 طن سلع غذائية متنوعة، كما تم ضبط 64 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها أكثر من 4.5 طن دقيق بلدي وما يزيد على 12.5 طن أسمدة زراعية مدعمة وقرابة 9.5 طن سكر وأرز تمويني، وتم ضبط 2,570 قضية في مجال عدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، كما تم ضبط 8 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 55 طن أسمنت و10 طن حديد تسليح، كما تم ضبط 296 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 15,920 عبوة سجائر. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 610,737 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها
391,944 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 2953 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 101 سائقا منهم. كما تم المرور على 99 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 707 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبية جميع الحالات. كما تم فحص 616 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وتبين عدم مطابقة 16 مركبة لشروط الصلاحية الفنية. كما تم رفع 529 سيارة و63 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 4217 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ، والمحظور تركيبها واستعمالها، عن ضبط 954 مخالفة الأجهزة الصوتية، وضبط 1218 مخالفة الأجهزة الضوئية، وضبط 2807 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص، وضبط 2997 مخالفة ملصقات، و39 محلاً مخالفاً لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2276 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 68,071 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت 64,912,558 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 237 قضية، من بينها 132 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، وضبط 105 قضية في مجال مكافحة جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 87 قضية بقيمة مالية بلغت 151,127,519 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1695 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 3,243,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 10,414,982 جنيها.